أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ندخل على النوع السادس والعشرون. تفضل. النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك، وقد سبق بيان كثير منه في ضمن النوعين. يعني هذا النوع أيضا يدخل في كثير من الأمور التي تعرضنا لها في المبحثين السابقين، واضح؟ فهذه المباحث الثلاثة يعني يمسك بعضها بحجز بعض، يمسك بعضها بحجز بعض، وبعضها يدل على بعض، ولا يمكن أن تأخذ مبحثا منها وحده، فلا بد من الجمع بين هذه المباحث الثلاثة، واضح يا جماعة؟ شدد قوم في الرواية فأفرطوا وتساهل فيها آخرون ففرطوا. انظر إلى التعبير الجيد الطيب. شوف ابن الصلاح كان أديبا أيضا، قال شدد قوم فأفرطوا من الإفراط، وتساهل فيها آخرون ففرطوا من التفريط. هذا تشدد وهذا تساهل جدا، فعبر عنها بلفظين متقابلين جميلين، وهذا يدل على فصاحته وبلاغته وحسن براعته في الكلام. تفضل. ومن مذاهبي، ومن مذاهب التشديد مذهب من قال لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره، وذلك مروي عن مالك وأبي حنيفة. يعني اشترط هؤلاء لابد لراوي الحديث ألا يروي وألا يقرئ الطلاب الحديث حديثا إلا إذا كان يحفظ هذا الحديث في ذهنه وفي عقله وفي صدره، واضح؟ أما من كتاب فلا. وذهب إليه من أصحاب الشافعي أبو بكر الصيدلاني المروزي، ومنها مذهب من أجاز الاعتماد في الرواية على كتابه. هذا مذهب آخر، أجاز ماذا؟ أجاز أن تعتمد على كتابك حتى ولو لم تحفظ، طالما أنك دققت في الكتاب. وهذا هو الذي نفهمه من خلال تعريف مسألة الضبط. فالضبط عندنا نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. طالما أن الطالب قد ضبط وأن الراوي قد ضبط كتابه ضبطا تاما أيضا، يعني اهتم بكتابه فحافظ عليه من الدس ومن التحريف ومن التصحيف، وحافظ على الكتاب وصانه في بيته فأغلق عليه مثلا مكانا أو صندوقا أو غير ذلك، وحافظ على الكتاب حتى أدى منه بعد ذلك لطلاب العلم، فهذا ينبغي أن تأخذ منه، لأنه إنسان قد ضبط وقابل نسخته وحررها وقابلها على نسخة شيخه مثلا، أو أن شيخه كتب له أن هذه النسخة قد قوبلت وأنه سمع علي وقد حررها بكذا وكذا وكذا. هذا كلام متميز جدا، ويدل على أن هذا الكتاب من الكتب الصحيحة التي ينبغي أن نأخذها وألا نغفل عنها. تفضل. غير أنه لو أعار كتابه وأخرجه من يده لم ير الرواية منه لغيبته عنه. يعني لو أعار الكتاب، هذه من الاستعارة أو من الإعارة المذمومة، أن تعير الكتاب. وكان بعضهم يقولون عن هذه الكتب: كتبنا كبناتنا لا يبتن خارج البيت. يعني الكتاب لا يمكن ابدا ان يعطيه لاحد من الناس ابدا، يحافظ على الايه؟ على الكتاب. يمكن ان تعير كتابا للناس، ولكن ليس الكتاب الذي تقرا فيه وتسمع فيه على الشيوخ، لانه لو حصل دس. حماد بن سلمة لما بعض العلماء اراد ان يطعن في روايته في كتابه بسبب انه كان له ربيب يدس في كتبه، الولد ربيب يعني ابن الزوجه، ابن زوجته، يعني زوجة أخرى كانت تزوجت رجلا قبل ذلك وأنجبت ولدا منه، ثم بعد ذلك لما مات أو طلقت من هذا تزوجت من؟ حماد بن سلمة. فحماد بن سلمة ربى هذا الولد عنده في بيته، فكان الولد يغتاظ من حماد لما كبر، فكان يريد أن يعني يسدد له ضربات وأن يسقط رأس ماله في رأس مال العالم هي الإيه؟ الكتب. قالوا رأس مال التاجر في كيسه، رأس مال التاجر في إيه؟ في كيسه، الكيس الفلوس يعني الموال يعني المحفظة التي يحفظ فيها الخزنة، رأس مال التاجر في كيسه، ورأس مال العالم ها في كراريسه، رأس مال العالم في إيه؟ في كراريسه. فكيف يترك رأس ماله ويتركه للناس؟ فإذا أنت لابد أن تحافظ على هذا. فحماد لما جاء
ربيبه ودس في هذه الكتب وكتب هذه الأشياء، ماذا قال العلماء؟ بعض العلماء ضعف حمد في مسألة في كتابه، ولما أنه قالوا أن حفظه جيد ولكن كتابه غير جيد. هذا كلام بعض العلماء، بعضهم لهم أقوال أخرى في هذا الباب. إذن لابد أن يحتفظ بالكتاب ألا يعيره إلى أحد، هذا الكتاب الذي يسمع فيه. وهذه ليست دعوة لعدم إعارة الكتب، لأن الكتب الآن أطباع مطبوعة، فأنت هذا من باب النفع العام أن تعير الكتاب، بس ما حدش يجي يقول لي أنا يعني. أنا ماشي، تفضل. غير أنه لو أعار كتابه وأخرجه من يده لم ير الرواية منه لغيبته عنه، لغيبة الكتاب عنه، فلا نعرف أنه دس فيه أم لا. تفضل. وقد سبقت حكايتنا لمذاهب عن أهل التساهل وإبطالها في ضمن ما تقدم من شرح وجوه الأهل والتحمل. يبقى إذن هذا المبحث متعلق بما قبله تعلقا شديدا. ومن أهل التساهل قوم سمعوا كتبا مصنفة وتهاونوا حتى إذا طعنوا في السن واحتيج إليهم حملهم الجهل والشره على أن رووها من نسخ مشترات أو مستعارة غير مقابلة، فعدهم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في طبقات المجروحين. يعني هذا الكلام، هناك قوم قد تساهلوا تساهلا شديدا في مسألة الرواية، بحيث أنهم لما طعنوا في السن، كبروا في السن واحتاج الناس إليهم، لأن مثلا طلاب العلم الصغار في السن في عصر الشيخ مثلا بلغ 80 سنة أو 90 سنة، أدركه أناس كثر من كان يعني أدركوا الشيخ إدراكا بينا، عاشوا معه 20 سنة و30 سنة و40 سنة، طلاب علم، وربما مات منهم من قبل شيخه، ولكن هناك طلاب مثلا كانوا عندهم مثلا 15 عاما والشيخ عنده 90 عاما. إذن لو تركوا هذا الشيخ لفاتهم علو الإسناد، ولفاتهم خير كثير، سينزلون سيرون عنه بواسطة، فهم يريدون أن يلحقوا هذا الشيخ، والشيخ قد طعن في السن، وأصبح الشيخ يعني لا يدرك الإدراك، وليس عنده التيقظ الذي كان عنده وهو في شبابه وهو في قوته. فماذا يفعلون؟ آتوا ببعض النسخ المشترى، نسخ مشترى من كتبه أو مستعارة، ولكنها غير مقابلة، ليست مقابلة. فهؤلاء جعلوا الشيخ يقرأ لهم هذه الكتب ويجيزهم بها. طيب ما الذي حملهم على ذلك؟ أولا إما الجهل، وهذا الشيخ ابن الصلاح يلتمس لهم العذر في هذا الباب، مسألة الجهل، ولكنه يبين أن الإمام الحاكم رحمه الله تعالى ماذا فعل؟ جرحهم وجعلهم في المجروحين، ثم أخذ يبين السبب الثاني، مسألة الشرح. الشرح ده يعني حب كثرة الرواية، زي الإنسان الذي عنده شرح في الطعام، حب أن يأكل كثيرا جدا أي طعام، عنده شرح، عنده يعني عدم قناعة في مسألة الإيه؟ الطعام والشراب. فهذا يسمونه بالشرح في أيضا في الرواية، إنسان يريد أن يكون له 100 إجازة و200 إسناد و200 شيخ، مهما كان ذا الشيخ ضعيفا كان أو غير ضعيف، متيقظا أو غير متيقظ، أهم شيء أن يحصل عليه. وهذه أيضا آفة الآن أصبحت في عصرنا، فتجد بعض الناس يلجؤون إلى بعض الذين ربما الذين لا نتثبت من سماعهم للعلم، لا نتثبت من سماعهم للعلم، نجد هؤلاء يذهبون إلى هؤلاء ويدعون لهم شيوخا. فهؤلاء الكبار في السن الذين طعنوا في السن غير معروفين في الساحة العلمية منذ 120 سنة أو 30 سنة، لا نسمع عنهم شيئا في طلب العلم، ثم نجد أنهم يقول أنك رويت عن فلان، فيقول نعم أو يسكت، فيلقن فيتلقن. وهذا موجود ورأيته بعيني والله منذ قليل، ذهبنا إلى شيخ قالوا أنه عالي الرواية جدا وأنه من أعلى الأسانيد الموجودة في العصر، ثم ذهبنا إلى الشيخ فنسأله عن الشيوخ، لا يقول، نقول سمعت من الشيخ فلان كذا، فينطق اسمه خطأ، ينطق اسمه خطأ ويقول نعم سمعت منه أو كذا. فقلت لبعض الزملاء والله هذا الرجل يتلقن فيلقن، أو يتلقن فيلقن، يعني فيتلقن، يعني تلقنه بالكلمة فينطق لك كما تقول نعم سمعته. أقول له سمعت البخاري؟ يقول له سمعته ممن؟ يقول من شيخ هكذا نزل مصر وهكذا. طب من اسمه؟ ما لا يدري. إذن وتجد بعض الطلاب قام بعمل ثبت له، بعمل ثبت
فقلت سبحان الله، هذا من باب العجلة، والله كأن ابن الصلاح يتكلم على هؤلاء. إذن لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب. هذا كلام ابن عون، عبد الله بن عون أو عبد الرحمن بن عون، لما قال لا يؤخذ هذا العلم إلا عمن شهد له بالطلب. وابن عبد البر قال ذلك، أن الإنسان الذي يطلب منه الذي عرف بهذا الشأن. فأين هذا من علماء هذا الشأن منذ سنوات طوال؟ إلا أن حب أو كثرة الشره في طلب الروايات والتكثر بالإجازات هو الذي جعل هؤلاء ينتشرون، وجعل لهؤلاء سوقاً رائجة. هذا خطأ شديد جداً، وفيه إثم عظيم لمن تساهل فيه، لأنه سيجعل سنة النبي عليه الصلاة والسلام ينتسب إليها من لا نسبة له حقية. يكون هؤلاء الأدعياء يكون هؤلاء الأدعياء سبباً في أن يكون هؤلاء في ينتظمون في سلك رواة السنة النبوية. وهذا الذي أحدث هذا الخطأ هم طلاب العلم، طلاب العلم الذين حبوا هذا الأمر، فجعلوا هؤلاء الشيوخ ربما كذبوا وربما تساهلوا وربما تلقنوا وغير ذلك من هذه الآفات. فهذه آفة عصرية ينبغي أن تتنبه. ليس العلم بكثرة الإجازات، العلم هو الدراية. ليس العلم بكثرة الرواية، ربما يكون معك 100 إجازة ولا تستطيع أن تقرأ كتاب مثلاً نخبة الفكر، فما هي الفائدة لو معك 100 إجازة؟ لا تستطيع أن تقيم، يعني أعرف بعض طلاب العلم لا يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة صحيح الإمام البخاري مثلاً، ويقول لك أنا معي 50 إجازة أو 60 إجازة أو 70 إجازة، وربما تصدر لمجالس السماع. أنا لا والله لا أقصد أحداً بهذا الكلام، لا أقصد أحداً حتى لا يحمل أحد على أني أقصد به أحداً، ولكن هذا والله شيء يندى له الجبين. هذه أصبحت من الأمور الواقعية التي تدعو للأسى. لابد أولاً من الضبط، ضبط العلم وضبط ألفاظه وضبط حروفه وضبط أسماء رواته حتى نستطيع. الخطأ يقع فيه الجميع، أنا أخطئ وغيري يخطئ، بل شيوخنا بعضهم يخطئ في أسماء، ولكن هذا ليس هو الديدن وليس هذا هو المنهج العام. إنك حينما تريد أن تتصدر على الأقل أن تحسن فهم هذا العلم، على الأقل كأننا يذاكر بعضنا بعضا، أو أننا يفهم بعضنا بعضا، أو أننا نراجع العلم سويا مع بعضنا البعض. أما هذه الادعاءات الكاذبة ففتحت علينا أبوابا، يعني نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يغفر لي ولكم ولهم ولكل من يعني عانى هذا الأمر، أن يغفر لنا زلاتنا وأن يعفو عنا وعنهم وأن يرحمنا بخدمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. قال وهم يتوهمون أنهم في رواياتها صادقون، فقال هذا مما كثر في الناس وتعاطاه قوم من أكابر العلماء والمعروفين بالصلاح. إذا كان هذا في عصر ابن الصلاح كان كثيرا وتعاطاه الناس، يعني أصار أمرا موجودا، فما بالك لو رأى ابن الصلاح زماننا. نسأل الله العفو. تفضل. قال قلت ومن المتساهلين عبد الله بن لهيعة المصري، ترك الاحتجاج بروايته مع جلالته لتساهله. ذكر عن يحيى بن حسان أنه رأى قوما معهم جزء سمعوه. اسمع إلى هذه القصة وسنؤكد بعد ذلك كلاما أو ننقل كلاما لإمام كبير ينتقد فيه هذه القصة. تفضل. فجاء إلى ابن لهيعة فأخبره بذلك، فقال ما أصنع؟ يجيئوني بكتاب فيقولون هذا من حديثك فأحدثهم به. يعني يأتون لابن لهيعة بجزء ليس فيه اسم ابن لهيعة خالص نهائيا، فيقول له هذا جزء من حديثك حدثنا به فيحدثهم به. فيعني هذا الكلام لا يعقل أصلا، لا يعقل أن يكون عالم كابن لهيعة رحمة الله تعالى عليه أن يقع في مثل هذا الأمر. لهذا لا يعني لا يخفى على طالب علم صغير، فكيف على إمام نحرير كابن لهيعة؟ الإمام الزركشي رحمه الله تعالى نقل عن الإمام المزي رحمه الله تعالى قال هذه الحكاية فيها نظر، هذه الحكاية فيها نظر، لأن ابن لهيعة من الأئمة الحفاظ لا يكاد يخفى عليه مثل هذا. هذا كلام يعني لا يحتاج إلى عقل كبير ولا إلى رجل مدقق النحرير، هذا يعني من يظهر بداهة. ثم قال وإنما تكلم فيه
أو تكلم فيه من تكلم بسبب من الرواة عنه، فمنهم من هو عدل كابن المبارك ونحوه، ومنهم من هو غير عدل. بعض العلماء أصلا تكلم في مسألة ابن الأيعة والكلام فيها كلام يطول في حال ابن الأيعة، فبعضهم حسن رواية العبادلة الأربعة عنه، وبعضهم ضعفه مطلقا، وبعضهم حسن حديثه، والأمر فيه خلاف واسع بين العلماء. ولكن القضية حينما حسنوا بعض الرواية، إذن ألصقوا التهمة بمن روى عنه، أو ألصقوا الجناية التضعيف بمن روى عنه. فإذا ابن لهيعة لا يخفى عليه مثل هذا، وهو كان محدث الديار المصرية في عصره، وكان قاضيا، ولكن حصل له بعض الاختلاط في مثلا أو بعض كذا، ورد العلماء هذا الكلام، بعض العلماء رد هذا الكلام أنه احترقت كتبه فحزن عليها في سنة 169 هجرية تقريبا، فلما احترقت الكتب حزن على هذه الكتب حزنا شديدا، فأصابه شيء من النسيان أو غير ذلك. بعضهم يرد هذه الحكاية وبعضهم يثبتها، والأمر فيه سعة. وشيخنا الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم له بحث طويل كبير جدا في ابن لهيعة، مبثوث في كتابه، في تحقيقه لكتاب شرح الترمذي لابن سيد الناس المسمى بالنفح الشذي، شرح سنن الترمذي، له كلام طويل جدا في الكلام على هذه القضية، فمن طالعه فسيجد خيرا كثيرا وفتحا عظيما، يكاد يجد تحريرات لا تكون إلا للمتقدمين الأوائل من كلام شيخنا ومن بنانه رضي الله تعالى عنه وحفظه الله تعالى. فضل الشيخ حكيم. قال: قلت: ومن المتساهلين ومثل هذا، ومثل هذا واقع من شيوخ زماننا، يجيء إلى أحدهم الطالب بجزء أو كتاب فيقول: هذا رواياتك، فيمكنه من قراءته عليه مقلدا له من غير أن يبحث، بحيث يحصل له الثقة بصحة ذلك. الإمام الزركشي في هذه النقطة حاول أن يستدرك على الإمام ابن الصلاح، وقال: لما قال الإمام ابن الصلاح أن هذا وقع في شيوخ زماننا، هذا زمان ابن الصلاح رحمة الله تعالى، وابن الصلاح مات سنة كم؟ ولا عايش الآن؟ 643. لما مات ابن الصلاح 643، يعني عاش في منتصف القرن الكام؟ السابع، يعني قرابة منتصف القرن السابع، يعني عاش أواخر القرن السادس وأوائل وقارب على انتصاف القرن السابع. ماذا قال؟ قال: هذا واقع في زماننا. فالإمام الزركشي قال: والله هذه القضية لا تهمنا في شيء. لماذا؟ لأن أصلا زمن الرواية انتهى، زمن الرواية الأساسي، والكتب دونت وأصبحت مدونة. عندك سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومسند أحمد والبخاري ومسلم وغير ذلك، أن الكتب دونت أصلا. فهذا الكلام قال: إلحاق شيوخه أو إلحاقه شيوخ زماننا بمن سلف فيه نظر، لأن المقصود منهم بقاء السلسلة فقط، يعني إن الزمن المتأخر الكلام فيه في مسألة التشدد فيها، هذا يعني لا ينبغي أن يكون التشدد يحدث شيئا من الأمور التي تجعلنا ننتقد هذا. ولكن لأن الزمن زمن الرواية القديم هو المعتد به، والكتب قد دونت، ولكننا فقط نأخذ بركة الإسناد بهذا الأمر، وأيضا أننا نحيي سنة المحدثين في إحياء السنة النبوية وإحياء الإسناد، وأن نجعل الإسناد دولة، والإسناد يكون هو الذي له رواج بين طلاب العلم، فنحيي هذه السنة عمن سبق. قال: وأما الإسناد فغير منظور إليه في هذا الزمان. ولكن طبعا هذا الكلام منتقد أيضا على الإمام الزركشي، لأن الأسانيد المتأخرة مثلا الضياء المقدسي وغير ذلك من أصحاب الكتب التي تأخرت كان ينظر إلى أسانيدها. أما الكلام على أن الزمن الذي نعيشه في الآن ضرم يتجه، يعني الآن أصبح عصر، الآن ليست الأسانيد، لا يدعي أحد أنه عنده الآن إسناد ليس موجودا في كتب العلماء السابقين، بل إننا يعني عالة على هؤلاء، ولكن إحياء سلسلة الإسناد لها شأن عظيم. وشيخنا الدكتور أحمد معبد له كلام مهم جدا في المجالس الحديثية على مسألة أسانيد المتأخرين، فهو يهتم بها جدا ويذكر لها فضلا كبيرا وواسعا، خلاف ما يحصره بعض الناس في مسألة أنه بركة فقط. لا، هو يزيد على بركة إحياء لسنة العلم وإحياء لسنة الإسناد ومدارسة الإسناد، لأنه في الحقيقة كان بعض المتأخرين يحذف الأسانيد من الكتب التي تحصلت له حتى يخفف على الناس مثلا، فهذا كان أمر منتقد أفزع كثيرا من
طلاب العلم ومن الذين اهتموا بالحديث أنه كان عندهم أسانيد، مثلاً سيدنا الإمام الشعراني رضي الله تعالى كان عنده أسانيد كثيرة، ولكنه يرى أن عدم اهتمام الناس بأسانيد جعله يخفف عن طلبة العلم فيحذف تلك الأسانيد في بعض المؤلفات التي كان يرويها بالإسناد. ولو أنه ذكر هذه الأسانيد بإسناده لا يعني بيّنت لنا فضلاً عظيماً لشيوخه، ولعرفنا منها بعض الفوائد الحديثية في أسانيد المتأخرين التي لا نعرف عنها كثيراً. فضل. والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط بين الإفراط والتفريط. الوسط أمر محمود في كل العصور والأزمان، هذه دعوة للوسطية من الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله في التوسط في مثل هذه الأمور بين من تشدد وبين من تساهل. لا يمكن، لا إذا مشينا مع المتشددين فسنهدر كثيرا من المرويات، وإذا مشينا مع المتساهلين فسنضيع السنة بهذا. واضح؟ تفضل. فإذا قام الراوي في الأخذ والتحمل بالشرط الذي تقدم شرعه وقابل كتابه وضبط سماعه على الوجه الذي سبق ذكره جاز له الرواية منه، وإن أعاره وغاب عنه إذا كان الغالب من أمره سلامته من التغيير والتبديل، لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه في الغالب لو غير شيء منه وبدل تغييره وتبديله، وذلك لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن، فإذا حصل أجزأ ولم يشترط مزيد عليه والله أعلم. يعني لو حتى يعني في مسألة أنه يعير الكتاب، مسألة إعارة الكتاب إلى طالب علم، المتشددون منعوا من ذلك وقالوا أبداً لا يمكن أن نقبل منه لغيبة الكتاب عنه، وهذا لا يمكن أبداً. بعضهم قال والله إذا أعطاه لإنسان ثقة ثبت مأمون لا يغير في الكتاب فهذا يحتمل ويجوز، لأن العبرة عندنا والاعتماد عندنا بماذا؟ بغلبة الظن، غلبة الظن أنه إنسان مأمون على هذه الرواية. وأصلاً الإنسان الذي لا يؤتمن على الكتاب هو إنسان مثلاً لو كان إنسان يعني حصل هناك قدح في عدالته فإننا لن نأمنه لا على كتابه ولا على محفوظه، لا على ما كتبه ولا على ما حفظه، سنطعن في الكل إذا كان هذا الإنسان غير مأمون. فهم أخذوا قالوا طالما أنه شخص مأمون فهذا أمر يعني نتوسط في حاله ونجيز هذا الأمر طالما أنه لن يغير ولن يبيد. والعبرة بماذا؟ العبرة بغلبة الظن. قال وذلك لأن الاعتماد في باب الرواية على ماذا؟ على غالب الظن. هذه قاعدة مهمة من قواعد المحدثين، وأنا أجمع فيها رسالة صغيرة في مسألة القواعد، قواعد وضوابط عند المحدثين. مثل هذه القاعدة ضمنت إليها حوالي 5 قواعد أخرى مهمة جدا، يعني أكتب فيها لعل الله تعالى أن يفتح ونربطها بتطبيقات عملية في هذا الفن إن شاء الله تكون يعني بين أيديكم قريبا بإذن الله تعالى. تفضل سيدي. فإذا حصل أجزأ ولم يشترط مزيد عليه والله أعلم، يعني أهم شيء أن يكون الشخص الذي يعني ضابط للسماع، قابل النسخة، اهتم بها، عنده عناية، إذا أعطاها لإنسان يعطيها لإنسان مأمون، عنده ديانة، عنده أمانة. تفضل. أحدها إذا كان الراوي ضريراً ولم يحفظ حديثه من فم من حدثه واستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه ثم عند روايته في القراءة منه عليه واحتاط في ذلك على حسب حاله بحيث يحصل معه الظن بالسلامة من التغيير صح روايته، غير أنه أولى بالخلاف والمنع من مثل ذلك من البصير. يعني لو رجل، لو أن هناك رجلا كفيفا أو كريم العينين، هذا الرجل استعان بغيره في الرواية بعدما يعني في كتابة المقروء، وهذا إنسان الذي يكتب له إنسان ثقة، فما هو الضير؟ لا ضير هنا ولا إشكال هنا في أن يستعين بهذا الإنسان. قال إذا كان الراوي ضريرا ولم يحفظ حديثه من فم من حدثه واستعان بالمأمونين، ببعضهم عليه الصلاة والسلام، واستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه ثم عند روايته في القراءة منه عليه، يعني واحتاط في ذلك على حسب حاله بحيث يحصل معه الظن بالسلامة من التغيير صحة روايته. يعني هو رجل محتاط، لما جعل بعض الذين يكتبون له اختار إنسانا أمينا، إنسانا عنده يقظة، إنسان عنده فهم وإدراك، كتب له هذه المرويات من مثلا من زملائه، فهذا لا بأس به أن يعني إذا كان هذا الإنسان مأمونا فهذا أمر يعني يتسامح فيه ولا ضير فيه. قال الخطيب الحافظ والسماع
الضرير اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منه لكنه كتب لهما بمثابة واحدة قد منع منه غير واحد من العلماء ولخص فيه بعضهم والله أعلم. يعني بعضهم منع وبعضهم أجاز. تفضل. قال الثاني إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة بنسخة سماعه غير أنه سمع منها على شيخه لم يجد له ذلك قطع به الإمام أبو نصر بن الصباغ الفقيه فيما بلغ عنه. يعني هو سمع كتابا ولكنه هو لم يكتب بنفسه ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه، من نسخة أحد الطلاب أو نسخة أخرى لم يكتب فيها اسمه من ضمن الذين سمعوا هذه الرواية، أو أنه هذه النسخة التي سمع فيها من الشيخ لم تقابل على الشيخ أو لم تقابل على نسخة الشيخ. بعض العلماء منع من هذا، لأنها ليس فيها ما يدل على أنه سمع، لا اسمه غير مكتوب في السماع. ثانياً أن هذه النسخة غير مقابلة وغير مصححة، فكيف نعتمد عليها؟ لا هذا الأمر توفر ولا هذا الأمر أيضاً توفر، فلا يجعلنا نثق في هذه الرواية. قطع به الإمام أبو نصر بن الصباغ الفقيه فيما بلغنا عنه. تفضل. وكذلك لو كان فيها سماع شيخه أو روى منها ثقة عن شيخه فلا تجوز له الرواية منها اعتباداً. يعني نسخة مكتوب فيها سماع الشيخ ولكن هو لم يسمعها، فكيف يرويها؟ نعم، هذه النسخة اللي نسمعها ربما تكون هذه النسخة نسخة الشيخ، هذه التي سمعها من الشيخ، ربما الشيخ اختار بعض الأحاديث حدث بها وبعض الأحاديث الأخرى لم يحدث بها وأنت لم تكتب نسخة، فوجدت نسخة الشيخ التي سمع منها وتقول هذه نسخته من حديث مثلا الليث بن سعد وأنا أخذت من أحاديث الليث بن سعد، فربما أنت حينما تريد أن تنسب هذه النسخة لسماعك أو أن تقول أنني سمعت هذه النسخة ربما يكون فيها بعض الأحاديث التي لم يحدث بها الشيخ طلابه، إذن أنت قد حملت وزراً وإثماً كبيراً لأنك نسبت لنفسك سماعاً لشيء لم تسمعه. واضح؟ تفضل. ثم وجدت الخطيب قد حكى مصداق ذلك عن أكثر أهل الحديث فذكر فيما إذا وجد أصل المحدث ولم يكتب فيه سماعه أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها أن عامة أصحاب الحديث منعوا من روايات من ذلك. وجاء عن أيوب السختياني ومحمد بن بكر البورساني الترخص فيه. في بقى حالة واحدة هي التي يجوز لي أن أروي هذه النسخة كتاب الشيخ هذا، يعني أنا الشيخ روى عن شيخي أو عن أستاذي أو عن مثلاً أخذ رواية الليث بن سعد مثلاً عنه، ولما حدث ببعض هذه الأحاديث ولم يحدث بالآخر، فلا يمكن أبداً أن تنسب نفسك لسماعك أو لهذه النسخة أبداً، طالما أنه لم يكن فيها السماع. الشيخ لما يسمع النسخة التي يسمعون الطلاب يكتبون والشيخ يكتب ويقيد صحة سماع هؤلاء الطلاب منه في هذه النسخة، إذن هذه النسخة مسموعة من الشيخ. أما إذا أنت وجدت النسخة التي سمع فيها الشيخ من الليث مثلا ابن سعد فإنك لا يحق لك أن تنسب لنفسك سماعا لهذه النسخة إلا في حالة واحدة. حالة واحدة إيه؟ أن تكون لك إجازة عامة من الشيخ، معك إجازة عامة بأن الشيخ أجازك في كل ما سمعه وفي كل ما صح له روايته، وهذا الكتاب من ضمن هذه الكتب التي سمعها من إيه؟ من شيخه، فإذا يدخل هذا في ضمن الإجازة العامة، ولكنك ينبغي أيضا أن تبين أنها من باب الإجازة العامة. واضح؟ تفضل. قال قلت اللهم إلا أن تكون له إجازة من شيخه عامة لمروياته أو نحو ذلك فيجوز له حينئذ الرواية منها، إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات. الزيادات التي لم يحدثه الشيخ بها أو التي لم يحدث الشيخ بها طلابه من هذه النسخة. الشيخ حدث انتقى بعض الأحاديث من أحاديث الليث، فالأحاديث الأخرى التي لم يحدث بها الشيخ من أحاديث الليث تدخل هذه الأحاديث من ضمن الإجازة الإيه؟ العامة. تفضل. إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة بلفظ أخبرنا أو حدثنا من غير بيان للإجازة فيها، والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح. يعني هذا أمر يتسامح فيه. تفضل.
تقدم أنه لا غنى في كل سماع عن الإجازة ليقع ما يسقط في السماع على وجه السهم وغيره من كلمات أو أكثر مرويا بالإجازة وإن لم يذكر لفظها، فإن كان الذي في نسخة سماع شيخ شيخي أو هي مسموعة على شيخ شيخي أو مروية عن شيخ شيخي فينبغي له حينئذ في الروايات منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخي ولشيخ إجازة شاملة من شيخي، فهذا تيسير حسن هدانا الله له وله الحمد، والحاجة إليه ماسة في زماننا جدا والله أعلم. يعني يقول الشيخ إن أفضل أي طالب علم بيقرأ على شيخ بعض الكتب، ينبغي طالما أنه يقرأ على المشايخ أو يسمع من المشايخ هذا الحديث فينبغي عليه أن يفعل شيئا، هو أن يأخذ مع أنه يقرأ والسماع أعلى من الإجازة العامة، السماع أعلى من الإجازة العامة، ينبغي أن يأخذ أيضا منه الإجازة العامة لسائر ماذا؟ لسائر مروياته. لماذا؟ لأنه إذا أخذ الإجازة العامة لسائر مروياته مع سماعه لبعض الكتب وقراءة بعض الكتب عليه أو قراءة الشيخ على طلابه أنها تجبر النقص الذي يحدث في مسألة السماع، فينبغي عليه أن يسدد هذا. ولكن أحيانا الشيخ تجد أنت نسخة الشيخ التي سمعها من شيخه، فينبغي أيضا أن يكون للشيخ في هذا أيضا إجازة عامة في من 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 شيخه لهذه النسخة أيضا، واضح؟ والشيخ يروي من نسخة شيخه، فأنت تحتاج إلى أيضا هذه الإجازة العامة التي تبين أن هذا الشيخ قد أخذ إجازة عامة من شيخه، فأنت تروي عنه هذه النسخة، لئلا أيضا يحدث أن الشيخ ربما يكون قد حدث شيخك أيضا ببعض أحاديث التي سمعها من شيوخه وترك البعض الآخر، فيجبر هذا بماذا؟ بالإجازة العامة. أنت من إجازة الشيخ إجازة عامة، وشيخك له إجازة عامة من من شيخه، يبقى إذن هذا يجبر النقص الموجود في الروايات وفي الأسانيد. تفضل. الثالث، إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه نظر، فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابه فليرجع إلى ما في كتابه، وإن كان حفظه من فم المحدث فليعتمد حفظه دون ما في كتابه إذا لم يتشكك، وحسن أن يذكر الأمرين في روايته فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا، هكذا فعل شعبة وغيره. يعني هذا الكلام، إذا وجد الحافظ الشخص الذي يحفظ الروايات وجد في كتابه خلاف ما يحفظ، أنت الآن مثلا تراجع مثلا حفظك لكتاب سمعته من العلماء ومن المشايخ قديما مثلا، ثم وجدت أن ما تحفظه تجد أنك تنطق بكلام غير الموجود في الكتاب، يعني مثلا واحد يقرأ عليك ويأخذ بالكتاب وأنت تقرأ فيقول لك لا لفظة كذا خطأ، أنت قرأتها كذا وهي كذا، فإذا كان حفظك أصلاً من الكتاب فينبغي أن تعتمد الكتاب. أما إذا كنت تحفظ أصلاً من الشيخ مباشرة، كان طلاب العلم قديماً عندهم ذاكرة فولاذية يحفظ من الشيخ مباشرة ويكتب أيضاً أو يأخذ نسخة الشيخ أو كذا، أو يكتب له بعض الطلاب وينسخ نسخة ويقابلها، ثم يجد أنه قد حافظ من الشيخ شيئاً وأن المكتوب شيخ، فإذا كان حفظك أصلاً من الكتاب فالمعتمد الكتاب، لأنك أنت الذي أخطأت، لأن أصل حفظك هو الكتاب وأنت أخطأت، فربما يعني العين شردت وحصل للبصر انتقال مثلا من سطر إلى سطر أو كلمة إلى كلمة، أو تخيلت كلمة، أو أن الخط لم يكن واضحا فقرأتها خطأ، فهذا ينبغي أن ترجع إلى ماذا؟ إلى كتابك. أما إذا كان الحفظ من الشيخ مباشرة فهنا الاعتماد يكون على ماذا؟ يكون على الحفظ، وأن الكتاب هنا الذي هو الذي فيه الخطأ. وقالوا أن الأفضل في مثل هذا أن الطالب يذكر كلا الأمرين، يذكر كلا الأمرين، يقول والله في محفوظي كذا وفي كتابي كذا، يذكر الأمرين، حتى إذا ما وجدنا ربما بعد ذلك ممكن متابعة، أو أن واحد آخر خالفه في هذا، أو أن واحد عضد مكتوبه، وأن واحد أكد على أن مكتوبه خطأ، إذن هذا يبين الطالب لما تكون عنده الأمانة في هذا يفيد كثيرا من بعده ومن يأتي بعده، يعني فهذا سخاء، سخاء في إعطاء معلومة تنفع الناس من بعدك بها، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالعلم. تفضل. وهكذا إذا خالفه فيما يحفظه بعض الحفاظ فليقول حفظي كذا وكذا وقال فيه فلان، هذا أيضا لو خالف أحد الحفاظ، أنا أحفظ وأنت تحفظ،
فجئت في الرواية أقول والله من باب الأمانة أنا حفظت هذا وسمعت كذا، ولكن صديقي وفلان زميلي سمع هذا الكلام، سمع هذه الجملة من الشيخ بلفظ كذا. أنت إما واحد فيكم هو المصيب والثاني المخطئ، فأنت لم تحكم على غيرك بالخطأ ولم تحكم على نفسك بالإيه بالصواب، وأيضا لم تحكم على نفسك بالخطأ ولم تلصق الخطأ بغيرك. إذن هذه من باب الأمانة العلمية. تفضل. وهكذا إذا خالفه فيما يحفظه بعض الحفاظ فليقول حفظي كذا وكذا وقال فيه فلان أو قال فيه غيري كذا وكذا أو شبه هذا من الكلام، كذلك فعل سفيان الثوري. يعني هؤلاء أئمة كبار، سفيان هنا وشعبة هناك في المسألة التي سبقتها. إذن هؤلاء الأثبات يعني لابد أن نسير على ضرب هؤلاء وعلى سننين. تفضل هات الرابعة. الرابع إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه ذلك فعن أبي حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز له روايته. نعم. ومذهب الشافعي رحمه الله وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد أنه يجوز له روايته. قلت هذا الخلاف ينبغي أن يبنى على الخلاف السابق. نعم نفس الكلام. اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمع، فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع. نعم. فكما كان الصحيح وما عليه أكثر أهل الحديث تجويد الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع حتى يجوز له أن يروي ما فيه وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا، لأن الإنسان أحيانا ينسى أنه روى هذا الحديث، فإذا وجده في كتاب هذا الكتاب كتاب مضبوط ضبطا تاما وقد سمع على السادة العلماء واسمه موجود في الطباق فيجوز أن يحدث حتى لو نسي هو كل ما فيه من أحد. واضح؟ تفضل. كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه وهو أن يكون السماع بخطه أو بخط من يبقى إذن السماع بخطه، إذن هذا خطي، إذن أنا الذي نسيت، أو بخط من يثق به ديانة وكتب كتاب وأنا نسيت هذا الكتاب، نسيت أنني أخذت هذا الحديث من الشيء أو سمعت هذا الحديث من الشيء فذكرني هذا وقال لا أنت معنا كنت تقرأ معنا وهذا خطك هو في الكتاب موجود والشيخ يعني خطك موجود وقيدت اسمك بنفسك وهذا أو هذا خط الشيخ على أنك سمعت معنا أو أنا كتبت هذا الكلام والشيخ وقع على هذا وكنت معنا. إذن هذه أولا شهادة من صديق ومن زميل لك وأيضا خطه موجود يعني يجعلك تثق به وهو إنسان أمين مأمون. هذا يحدث كثيرا جدا مع طلاب العلم يقول والله كنا في مجلس نعم والله أنت كنت معنا نعم وأتذكر نعم كنت معك. إذن هذا أمر وارد وموجود. واضح؟ تفضل. والكتاب مصون بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تفضل. أهم شيء أن الكتاب مصون. عارفين الكتاب حينما يكون محفوظا الشيخ يغلق عليه صندوقه أو يحفظه في مكان أمين فهذا يعني أصبح بعيدا عن الايه عن العبث بالكتاب. تفضل. والكتاب مصون بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير والتغيير اليه على نحو ما سبق ذكره في ذلك. نعم. هذا اذا لم يتشكك فيه وسكنت نفسه الى صحته، فان تشكك فيه لم يجوز الاعتماد عليه والله اعلم. نعم. الخامس اذا اراد روايه ما سمعه على معناه دون لفظه فان لم يكن عالما عارفا بالالفاظ ومقاصدها خبيرا بما يحيل معانيها بصيرا بمقادير التفاوت بينها فلا خلاف انه لا يجوز له ذلك، وعليه الا يروي ما سمعه الا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. فاما اذا كان عالما عارفا بذلك فهذا مما اختلف فيه السلف واصحاب الحديث وارباب الفقه والاصول فجوزه أكثرهم ولم يجوزه بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأجازه في غيره، والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. ثم إن هذا الخلاف لا نرى جاريا ولا أجراه الناس. لا نراه جاريا. ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه،
فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير التصنيف غيره والله أعلم. توقف شوي. هذه المعلومات أنا تركته يقرأ الجملة كاملة وسأشرح المعنى وأفصله الآن في دقائق بإذن الله تعالى. أولاً أيها الكرام الفضلاء، حكم الرواية بالمعنى، يعني الإنسان الذي يروي حديثاً بمعناه لا بلفظه. العلماء تكلموا في هذه القضية كلاماً واسعاً، وألفت فيه كتب، وكتبت فيه رسائل علمية، بحوث علمية. أنا عندي أكثر من عندي رسالتين من الرسائل العلمية، يعني ماجستير أو دكتوراه مكتوبة عن هذا الباب. يعني الموضوع ليس بالسهولة وليس باليسر الذي تظنونه، ولكنه أمر ضبطه العلماء ووضعوا له ضوابط حتى لا يدعي مدعي ويقول الآن ربما لا تكون السنة التي بين أيدينا هي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يجوز هؤلاء المحدثون أن تروى الأحاديث بالمعنى؟ فربما كل هذه السنة بالمعنى، فإذا ليس بين أيدينا حديث للرسول قاله بلفظ لا نتأكد أن هذا لفظ الرسول إلا إذا جاء بأحاديث متواترة مثلا. فالعلماء بما وضعوه من ضوابط في هذه القضية ردوا ردا عمليا على هذا الكلام، أولا العلماء قالوا أنه لابد حينما يريد الإنسان أن يروي حديثا بالمعنى لابد أن يكون عارفا بالألفاظ ومقاصدها، عنده معرفة ودراية بالألفاظ ومقاصد الألفاظ، يعني يعرف الألفاظ اللغة الحقيقة والمجاز، ويعرف المشترك اللفظي. يعني حينما تقول مثلا كلمة العين، فالعين عندنا تطلق على عين الباصرة، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على عين الماء، وتطلق على الذهب، كل هذه تسمى العين. فلابد أن يكون الذي ينقل اللفظ بمعناه لابد أن يكون عارفاً بالألفاظ ومدلولات الألفاظ، خبيراً بما يحيل معانيها. هذا ضابط آخر، يعني أنه يعلم أنه لو غير هذه اللفظة مكان تلك اللفظة فإنه سيتغير المعنى ويتبدل. بعد ذلك لابد أن يكون بصيراً بمقادير التفاوت بينها، يعني كمان يعلم أيضاً يعلم أنه لو كتب هذه اللفظة مكان هذه اللفظة سيفهم منها معنى آخر. نحن المحدثين عندنا كلمة لا بأس به يفسر العلماء على خلاف كلمة ليس به بأس، في عند المحدثين لا بأس به بخلاف كلمة ليس به بأس، هذا معنى وهذا معنى، ومع أنك ترى أن هذا اللفظ قريب جدا من هذا اللفظ. فإذا المحدثون عندهم ضوابط، قالوا لا خلاف، أن لا خلاف يعني إذن المسألة ليس حتى فيها رأي واحد يمكن أن يعتد به، أنه إذا لم يكن يعلم هذه الأمور لا يجوز له أبداً على الإطلاق أن يروي الحديث. هذا الأمر الأول. أمر الثاني، إذا كان عارفاً بمدلولات الألفاظ، ويعرف ما يحيل المعاني، فلا يجوز له أيضاً عند بعض العلماء أن يغير الألفاظ أصلاً، لابد أن ينقل، إذا لم يستحضر لا يحدث. وبعضهم قال حتى لا تفوت السنة وحتى لا يفوت كثير من الرويات، بعض الناس عنده ضبط للألفاظ، ولكنه التغيير يكون ليس في أمر جوهري وليس في أمر يغير المعنى. لو أنا تركت حديث هذا إذا لفوت كثيراً من السنن، ولفوت كثيراً من الأحكام، وكثيراً من مدلولات الألفاظ التي تحل إشكالاً كبيراً. فجوز بعض العلماء هذا شريطة ألا يكون هذا الإنسان قد استحضر المعنى الأصلي، فلا يعدل عن المعنى أو اللفظ الذي سمعه إلى لفظ آخر إلا إذا لم يستحضر اللفظ تماما. يعني أما إذا كان يستحضر اللفظ فلا ينبغي إلا أن يؤدي بما سمعه بلفظه. فالإمام ابن الصلاح قال والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه قاطعاً بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد بأحوال الصحابة. طالما أنه يستحضر اللفظ
لابد أن يؤدي باللفظ. لم يستحضر اللفظ، إذا كان غير عالم بما يحيل الألفاظ ولا يفرق بين الألفاظ ولا بتفاوتها فلا يجوز أن ننقل عنه. إذا كان عالماً بما يحيل الألفاظ ويعرف أن يفرق بينها ويعرف أنه إذا قدم هذه اللفظة فإن المعنى يختلف، وإذا أخر هذه اللفظة فإن المعنى سيختلف، ومع ذلك هو لا يستحضر المعنى الأصلي أو اللفظ الأصلي، فإنه يجوز له أن ينقل. طيب، لأن هذا كان جارياً بين الصحابة، بدليل ماذا؟ أنك تجد عدداً من الروايات والأحاديث ينقلها عدد من الصحابة أو من التابعين وغيرهم، تجد أنهم ينقلون بعد ذلك أو يذكرون بعد ذلك، ربما اختلف في لفظة، قدم هذا لفظة وأخر هذا لفظة. والرواية بالمعنى إذا كان البعض ينظر إليها أنها طعن في السنة، أنا أرى أنها دليل على حفظ الله تعالى للسنة، لأنك تجد رواه كثر، هذا من الحجاز وهذا من البصرة وهذا من الشام وهذا من مصر وهذا من بلاد ما وراء النهر وهذا من هنا وهذا من هناك، وتجد أنه اختلافهم في اللفظة اختلاف لا يدل على أن الرواية بالمعنى كانت شيئا بعيدا عن اللفظ الأصلي، تجد أن الخلاف في حرف، في حرفين، في معنى كلمة أراد شاء، في يعني كلام يدل على أنهم اعتنوا اعتناء شديدا بالسنة، وأن هذه السنة نطق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتجد هذا فيما يروي الإمام مثلا مسلم رحمه الله تعالى، حينما تقرأ في صحيح مسلم، لو قرأت حسنا 50 صفحة من صحيح الإمام مسلم ستجد أنه يذكر الألفاظ ثم يذكر الاختلاف بين الألفاظ بين كل رواية ورواية، يقول وعند فلان كذا وقال فلان كذا، يدل على أن الاختلاف أصلاً في لفظة في كلمة لا يؤثر. فإذا هذا يدل على حفظ الله تعالى لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن قيض لها هؤلاء العلماء الأثبات الذين حينما يريدون أن يسوقوا لنا اختلافاً في لفظة يدل على أمانتهم، ولو أنهم كانوا غير أمناء أو ليست عندهم أمانة لنقل اللفظ الذي نقله من سبق، ولكنه ينقل ما سمعه، هذا يدل على ماذا؟ على الأمانة والدقة. طيب، لكن ابن الصلاح رضي الله عنه نبه إلى شيء مهم وخطير، هل هذا يجري الآن فيما دون من الكتب؟ أنت الآن هل يجوز لك أن تروي بالمعنى من الكتب السنة؟ ابن الصلاح يقول طالما أن الأحاديث أصبحت موجودة في بطون الكتب، يعني سنن أبي داود موجود، الترمذي موجود، النسائي موجود، ابن ماجة موجود، البخاري موجود، مسلم موجود، مسند أحمد موجود، صحيح ابن حبان موجود، ابن خزيمة موجود، كل هذه الكتب موجودة ومدونة ومثبتة وموجودة في، والأحاديث فيها يعني في غاية الجودة، تأتي الآن أنت وتقول أرويها بالمعنى في باب الرواية؟ لا يصح لك، طالما أنها موجودة ما هو عليك إلا أن تأخذ النسخة في يدك وتقرأ منها، أما هذا الأمر والتساهل في مثل هذا فلا يجوز. طيب، الآن أصبح بعض الناس مثلاً الخطيب على المنبر والمدرس، نعم أنت الآن لست في باب الرواية، أنت في باب التعليم والتذكير، هناك فرق بين باب الرواية وباب التذكير والتعليم، أنت الآن ستخطب للناس أو ستدرس درساً ولكنك لا تستحضر اللفظ لضعف الذاكرة، إحنا الآن أصبحت الذاكرة يعني ذاكرة سمكية أو ذاكرة الذباب، الذباب سمي ذباب لماذا؟ لأنه كلما ذب آب، كلما ذب يعني كلما طرده، ذب يعني طرده من الذب الطرد، فكلما ذب آب، لماذا؟ آب يعني عاد إليك، هو نسي أنك ضربته ويعني قلت له اذهب، ناسي بعدما ذهب هذه المسافة ناسي فرجع إليك مرة ثانية، تطرده من الزجاج السيارة فيأتي إليك، هو يعني ماذا فعل؟ ناسي، فأصبحت الذاكرة الآن يعني قريبة جدا من ذاكرة الذباب أو ذاكرة السمك أيضا كما يقولون. فالعلماء قالوا طالما إن الإنسان في درس يقول بس، ولكن يقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يجزم باللفظ، لا تجزم باللفظ، بل قل أو كما قال عليه الصلاة والسلام،
حتى أو كما قال أو مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، كأنك تقول أو يعني أنني لا أستحضر المعنى اللفظ الأصلي، ولكنني أقول أن هذا اللفظ يعني أنا فيه تصرفت أو أنا رويته بالمعنى، مع أنه موجود في الكتب. هذا في باب مثلا التدريس، وفي باب مثلا خطبة الجمعة أو كذا. والأفضل في مثل هذا أن تكتب الحديث في ورقة، تكتب الحديث في ورقة، ثم إذا أردت أن تحدث أخرج الورقة، لا ضرر أنك تتكلم، ثم إذا أردت أن تحدث بالحديث تخرج ورقة وتنطق من هذا، ليس بعيب، ولكنه يدل على فضلك وكمالك وعلى أنك تريد أن تحدث بالحديث كما سمعته أو كما رأيته في الكتب. إذا لم تستحضر ووجدت أن هذا أمرا ثقيلا على نفسك، فلا عليك إلا أن تقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أو أذكر لك بمعناه، تقول للناس هكذا، وأنا لا أذكر لفظه ولكن معناه كذا وكذا وكذا، حتى تبرئ ذمتك من عهدة الرواية بالمعنى. فقال هنا: ثم إن هذا الخلاف أو إن هذا الاختلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس في من علم فيما تضمنته بطون الكتب. طالما أن الحديث موجود في بطون الكتب فلا عليك إلا أن تقرأه من الكتب الموجودة، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب. قديما قبل أن تدون الألفاظ في الكتب كان ربما يصاب البعض بالحرج، يعني لا يستطيع أن يستحضر اللفظ، لا يستطيع أن يحضر اللفظ تماما، وهذا الكتاب أو هذه الأحاديث غير موجودة في الكتب. فإذا سنضيع السنة أو نضيع بعض الروايات إذا لم نهتم بهذا، طالما أن الشيخ توافر فيه إيه أو توافرت فيه شروط الرواية بالمعنى، وهو أن يكون عالما بالألفاظ ومدلولات الألفاظ، أن يكون عالما بما يحيل الألفاظ، أن يستطيع أن يفرق بين الألفاظ وبعضها البعض، كل هذه الشروط مجتمعة إذا توفرت فيه جاز لنا أن نروي، طالما أن هذه الأحاديث غير موجودة في بطون الكتب، طالما أنها في بطون الكتب إذا لا يصح روايتها إلا وأنت تمسك بنسخة الكتاب أو تستحضر اللفظ الأصلي للكتاب. واضح؟ هذا في باب الإيه؟ الرواية. في باب التدريس والتعليم قلنا أنها مقيدة بماذا؟ بأنك تقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أتقول أو أني لا أذكر لفظ الحديث والحديث معناه أو أذكر معناه كذا، فأنت بيّنت ووضحت، وهذه تدل على شرفك وعلى أمانتك وعلى أنك رجل صاحب دين وأمان. ثم قال: وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره. يعني هو إن استطاع أن يغير في الألفاظ وهو يتكلم لن يستطيع أن يغير المكتوب فيما هو مكتوب ومبثوث في بطون الكتب. فضل نأخذ السادسة ثم نغلق الدرس. السادس: ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى أو أن يتبعه بأن يقول أو كما قال أو نحو هذا أو ما أشبه ذلك من الألفاظ. روي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس رضي الله عنه أجمعين. نعم. قال الخطيب: والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام. الله. ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر. قال: قلت: وإذا اشتبه على القارئ فيما يقرأه لفظة فقرأها على وجه يشك فيه ثم قال أو كما قال فهذا حسن وهو صحيح. أو كما قال، تشك في اللفظ أو كما قال، أنك تشك في اللفظ الأصلي. تمام. لأن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في الرواية صوابها عنه إذا بقى. يعني كأنني حينما أقول لك أو كما قال كأنني أعطيتك إذنا أن تذهب فتبحث أنت عن اللفظ الأصلي، ثم تقول الشيخ حينما قال أو كما قال لم يستحضر اللفظ الأصلي وأنا استحضرته، فحينما ترويه أو تقرأه فستقرأه على اللفظ الأصلي الذي أنت وجدته في الكتب مكتوبا ومبثوثا. واضح؟ فضل. ثم لا يشترط إفراد ذلك بلفظ الإجازة لما بيناه قريبا، والله أعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.